يا منتهى سؤالنا يا أمان الخائفين يا من عند قلوب المنكسرين يا الله يا من يجير ولا يجار عليه يا من بيده مقاليد الأمور يا من يقول للشيء كن فيكون يا مولانا ويا سيدنا هذه نواصينا الخاطئة بين يديك عبادك سوانا كثير وليس لنا رب سواك فندعوه وليس لنا من خالق غيرك فنرجوه اللهم أنت الحليم الذي لا يعجل وأنت الكريم الذي لا يبخل جودك واسع وفضلك عظيم إلهنا يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ويا ذا المن الذي لا ينفد أبدا إن طرحنا ببابك وتعلقنا برجائك فلا تطردنا خائبين ولا عن باب جودك محرومين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم حرمنا ووالدينا وأبنائنا على النار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار اللهم إن لك في كل ليلة عتقاء من النار اللهم فاجعلنا منهم اللهم فاجعلنا منهم اللهم فاجعلنا منهم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي به ورزقا حلالا نكتفي به اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل يا ربنا الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم فاغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغفر لنا يا مولانا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه
تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم آنس وحشتنا في القبور، وآمن يا إلهنا فزعنا يوم البعث والنشور. اللهم يا رب الأولين والآخرين، يا إله الأولين والآخرين، يا سيد الأولين والآخرين، ليس لنا إله غيرك فيدعى، وليس لنا رب غيرك فيرجى. أنت إلهنا، أنت إلهنا إذا انقطعت الحيل، وأنت مفزعنا إذا نفد الأمل، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا ملاذنا، يا إلهنا، يا غاية رغبتنا، يا مفزعنا، يا مفزعنا، لا إله إلا أنت سبحانك، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم لا قوة لنا إلا بك. اللهم فيا ربنا أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين، ودمر المحاربين لهذا الدين، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم ألبسها لباس الأمن والإيمان، اللهم اجعلها شامخة بأمنها، عزيزة بإيمانها. اللهم لا تحرمنا فضلك أجمعين، اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. تقبل اللهم صيامنا وقيامنا، وتجاوز عن تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، غارت النجوم ونامت العيون، وأنت ملك حي قيوم، سبحانك تتنزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فتقول هل من داع فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. اللهم إنا أقبلنا إليك في هذه الساعة نادمين تائبين، اللهم تقبل توباتنا، واغسل حوباتنا، واسلل سخيمة قلوبنا، وأجب دعاءنا، وأجب دعاءنا. اللهم أجب دعاءنا، ولا تطردنا خائبين، ولا من رحمتك آيسين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،
وصل اللهم وسلم على نبينا محمد ما تفتحت الأزهار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وعلى التابعين والصحابة الأخيار وآل بيته وأزواجه الطاهرين الأبرار وعنا معهم بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين.